هذا التسجيل هو عمل تطوعي مقدم من مبادرة بصيرة للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. المادة العلوم الصف الأول الوحدة الأولى الكائنات الحية في البيئة. الدرس السابع الحيوانات في البيئات المختلفة. المصطلحات الرئيسة الغذاء الماء الدفء المأوى. الحيوانات في البيئة المختلفة: كي يتمكن الحيوان من العيش في بيئة ما فيجب أن تتوافر فيها جميع احتياجاته كالغذاء والماء والدفء والمأوى، وبعض الحيوانات تحتاج إلى بيئة خاصة للعيش، مثال ذلك السمك الذي يحتاج إلى الماء ودودة الأرض التي تحتاج إلى التربة. تؤثر الظروف البيئية في منطقة ما في أنواع الحيوانات التي تعيش فيها. يوجد صور في هذه الصفحة: صورة لبيئة حارة وجافة وصخرية، فنرى فيها الصخور باللون الترابي، ونرى أشجار تنمو بين هذه الصخور، وسطح مائي عبارة عن نهر يتدفق بين هذه الصخور، ونرى صور لعدة أنواع مختلفة من الحيوانات. ماعز جبلي وهو حيوان لديه 4 أرجل وعلى رأسه قرنان من العظم. الصورة الثانية لكائن لطيف جدا هو عصفور وهو من فئة الطيور، لديه أجنحة تساعده على الطيران وقدمان بأصابع طويلة تساعده على الوقوف والارتكاز بألوان جذابة من الأبيض والأصفر والبني، وله منقار يساعده على النقر وتناول الطعام. صورة ثالثة لكائن مختلف الضفدع، ويعيش بالأسطح المائية. الضفدع لديه 4 أرجل، الأرجل الخلفية طويلة جدا تساعده على القفز، لديه عينان ضخمتان في مقدمة وجهه تمكنه من الرؤية، وهو يعيش في المستنقع في السطح المائية. وهناك أيضا صورة لحيوان آخر هو سحلية، والسحلية عبارة عن كائن أسطواني الشكل ذو ذيل طويل وأربعة أرجل ورأس فيه عينان وفم وأنف، وهو من الحيوانات التي تزحف. صورة أخرى للقط البري ويقال له أيضا الوشق، وهو حيوان لديه 4 أرجل وذيل وفي رأسه أذنان كبيرتان وله عينان وأنف وفم. بعد وصف هذه الأنواع المختلفة من الحيوانات لننتقل إلى الأسئلة. الحيوانات التي تراها في الصور تمثل بعض الحيوانات التي تعيش في هذه البيئة. البيئة التي تم وصفها ببيئة حارة وجافة وصخرية وفيها نهر يتدفق. ما الاحتياجات التي توفرها البيئة للحيوانات التي تعيش فيها؟ كان ذلك السؤال الأول. السؤال الثاني: ما الحيوانات الأخرى التي تتوقع وجودها في هذه البيئة؟ السؤال الثالث: لماذا يعد الماء عنصرا مهما جدا في هذه البيئة وفي غيرها من البيئات؟
التمارين. اختر أحد الحيوانات التي تحبها وارسم صف صورة له في بيئة تناسب عيشه في دفترك. تأمل الأسباب التي مكنت ذلك الحيوان من العيش في بيئته. وضح 3 من تلك الأسباب. التمرين الثالث، اذكر أمثلة على حيوانات أخرى يمكن أن توجد في البيئة نفسها التي يعيش فيها هذا الحيوان. ماذا تعلمت؟ تحدد الظروف البيئية في منطقة ما أنواع الحيوانات التي تعيش فيها. تعيش الحيوانات في البيئات التي توفر لها الغذاء والماء والدفء والمأوى. انتهى الدرس 7.